بيكو جمهوريه حمدي وفاء. والنهارده تحدي قوي جدا جدا، تحدي التوأم المتطابق ليوم كامل. هنتقسم النهارده لثلاث توائم متطابقين، ندى ووفاء هيكونوا توأم بنات ليوم كامل، وانا ومحمد هنكون توأم ولاد ليوم كامل، وبلال ووفاء هيكونوا توأم ولد وبنت ليوم كامل. طبعا كده الثلاث انواع التوائم اللي ممكن يحصلوا، بنات وولاد وولد وبنت مع بعض. انتوا بقى اللي هتحددوا الفريق اللي كسبان من خلال التصرفات بتاعه كل توأم. انتوا اللي هتشوفوا مين اللي كسبان. بس قبل ما نبدا هتضغطوا على زر اللايك تفرتكوه، علشان خاطر هنعمل تحديات قويه جدا جدا الفتره الجايه وداخلين على موسم رمضان. واشتركوا في القناه شجعوني انا ولاد، لان انا وهي اصلا بصوا شبه بعض اصلا اهو. من قبل ما نعمل اي حاجه بصوا توأم اهو، تحس ان توأم ملتصق كمان. لا احنا شبه بعض اكتر. حاول انت تنزل شويه عشان تكون قده اهو. يلا نبتدي جولات. طبعا عدد التصرفات لا محدود، يعني براحتكم خالص اعملوا اللي انتوا عايزينه. اكتر حد هيجمع نقط للتصرفات متشابهه ومتطابقه هو ده الفريق اللي هيكون كسبان، وانتوا الحكم اللي ما بيننا. ويلا نبتدي حالا. يلا نبتدي حالا. هيالي مش هتلاقوا احلى من كده توأم. بصوا شايفين الطعام والحلاوه. كله زي بعض، حتى الشوز بصوا جميل ازاي. وكل حاجه وشبه بعض جدا اصلا، امارات زي بعض. بالتالي كده احنا واخدين النقطه دي بجداره. كله زي بعض اصلا، احنا شبه بعض من غير حاجه. مفيش حد بقى ايه يقدر يفرقنا عن بعض. مفيش أوه. حد احسن مننا بفرق الطول اهو. فرق الطول مش بفرق الطول، انا مولود قبل منه بخمس دقايق عشان كده طولت، وبعدين انا بلعب عقله كتير فعشان كده ايه فرقت في الطول. انا متاكد ان محدش هياخد النقطه غيرنا. بالظبط، احنا شبه بعض بالظبط. ممكن الفريقين ياخدوا نقطتين عادي، يعني هما ممكن ياخدوا النقطه دي واحنا ناخد النقطه دي، لان صراحه هما لبسهم زي بعض بالظبط صراحه، يعني الحق يتقال. ولكن انا ومحمد برضه زي ما انتم شايفين لبسنا متطابق جدا جدا، يعني تقريبا زي بعض بالظبط. برضه انتوا احكموا وانتوا تقولوا النقطه دي في اللبس لمين. اظن احنا كده بقينا شبه بعض جدا. ايوه المفروض ناخد نقطه. أيوة. الجزمه سودا بس الحته دي ما تشوفهاش. وبتاع بامبي بس ما تشوفهاش برضه. مش شبه كده بتعرف. والتيشيرت والبنطلون كل حاجه شبه بعض، المفروض ناخد نقطه. ايوه المفروض. انتوا شايفين ايه؟ لا هم حلوين صراحه. هم شكلهم حلو وشبه بعض فعلا كده، توأم بنت مع ولد. عادي بينفع ان ولد وبنت يكونوا توأم. ولد نازل بدري شويه. اه انتوا احكموا على نفسكم، شايفين نفسكم شبه بعض؟ اه تصرفاتكم زي بعض؟ حتى الشعر الشعر اهو معمول كده ومعمول كده. I'm doing fine, don't see the vision, they looking sublime. I hit my low, I don't got the time. Crossing my T's and they dying those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't be labeled like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low but I'm back on the rise, it's real. بص انا مش مبسوط، انا حاسه ان لسه في حاجه ناقصه، انا هحط لها ميك اب. وانا حاسس برضو ان التوأم بتاعي مش شبهي قوي، يعني المفروض نكون متطابقين في الشكل كمان، يعني احنا اللبس كده متوافق ومتطابق. فانا بما اني نازل قبل منه بخمس دقائق فطلع لي دقني وشنب، فهو لازم طبعا هو عشان هو لسه حالق، فنحاول ان هو ايه يبقى ليه دقني وشنب. احنا كمان ما نخليش شكلنا شبه بعض، وهنعمل حاجات مختلفه جدا عليهم جدا. هنشوف الجوله الثانيه. بيتهيأ لي ان احنا متعادلين في اللبس. احنا اخر ادوا نقطه لكل فريق، يعني عدوا النقط تحت في الكومنتات. فريق وفاء، فريق حمدي، فريق بلال. هنسمي الفريق باسم الايه التوأم الكبير. انا بقى هحاول اخلي لها الميك اب بتاعها زي بتاعي بالظبط، نفس اللي حاطاه في وشي هحطه لها عشان تبقى ايه شبهي بالظبط. استغلنا بقى البنات واخدنا منهم الميك اب بتاعهم علشان خاطر ايه توأم الولاد لازم يكون متطابق جدا في الشكل، فحاول بقى ايه اعمل له دقن وشنب نبقى شبه بعض بالظبط، ولو طلعت مظبوطه ناخد النقطه. احنا عشان نبقى شبه بعض اكتر جبنا شويه شورات هتخلينا شبه بعض جدا، هناخد النقطه بجدار. معانا نضاره وطاقيه. النبي القمر بقيت قمر زي خالص، نفس الميك اب وكل حاجه زي بعض، حتى المنكره اهو. تاني ناخد النقطه بجداره، النقطه دي لينا المفروض لينا كده. انا وتوأمي بقينا بصوا نسخه طبق الاصل. لا كل حاجه حتى الدقن اه شكرا كمان. بص هموت.
بس يا جماعه انتوا كده هتدونا النقطه دي للفريق بتاعي انا ومحمد، علشان خلي بالكم انا نسيت اقول لكم على حاجه مهمه، ان الفريق اللي انتوا هتكسبوه هيتحكم في الفريقين التانيين يوم كامل، فانتوا لازم تكسبونا علشان نتحكم في الفريقين، الفريق ده والفريق التاني، كسبونا النقطه دي. بس لو انتوا مش هتكسبوا عشان شبه بعض، عشان مضحكين شكلكم مضحكين. احنا توأم كوميدي، احنا توأم كوميدي. واحنا برضه واحنا كمان شبه بعض، هو سن كل حاجه زي بعض. كل حاجه. هو فاهم مفكرني بنادي يا لطفي لما كانت عامله راجل بساعات حزني من التوأم الاحلى واللي ظابط فعلا كله زي بعض. المفروض احنا بصوا حتى تسريحه الشعر، بصوا حتى تسريحه الشعر زي تسريحتي بالظبط، وده احنا كمان انتوا كمان يعني شبه بعض مش كتير، بس يعني مش كتير. هو حتى وصل الدرجه هما عشان توأم ولد وبنت، فهو ايه يعني ما بيبقوش يعني بالظبط، لان طبعا دي جينات ودي جينات وهم جينات مختلفه يعني. مش جايين في كيس واحد. مش لا جايين في كيس واحد، ما ده توأم متطابق. طبعا بما اننا توأم وكل حاجه زي بعض، فهناخد صور زي بعض بالظبط، مش هتقدروا تفرقوا ما بيننا. على الانستجرام هتلاقوها. ماشي يلا يلا. طبعا احنا كمان عشان احنا توأم برضو جميل لذيذ، فبناخد صور زي بعض بالظبط. هنغدغ الدنيا في النقط. احنا هناخد وعايزين كمان الناس الكومنتات على الصور دي يقولوا ايه ده، هو مين محمد ومين حمدي، عايزين ايه ما يعرفوناش خالص من بعض. بقينا ان احنا شبه بعض، هنصور صور زي بعض. انا والتوأم بتاعي عندنا نفس الموهبة، عندنا موهبة الرسم، احنا الاتنين بنحب الرسم جدا، زي ما انتوا شايفين احنا متطابقين جدا جدا حتى في الهواية، فاظن كده احنا ناخد نقطة كمان. هقولكوا برضو كرسمتها عشان تعرفوا ان انا عندي الموهبة دي. بصوا انا كمان، بس انا لسه ما خلصتهاش، بصوا شايفين لسه طبعا بلون بقى وايه كده، احنا ايه ناخد النقطة دي، فادونا نقطة الايه الهواية، لان احنا كده متطابقين تماما. المفروض يعني ان احنا ناخد النقطة. بما اننا شبه بعض فبنلعب نفس اللعبة ونفس اللعب وشبه بعض اهو، نفس الاسم كمان. ايوه نفس الشعر وكل حاجة، ولما بنروح في حتة في اللعبة بنروح سوا. طبعا عشان احنا توأم فهنعمل كل حاجة مع بعض، واحنا هوايتنا الطبخ عشان احنا بنحبها، وبالذات الحلويات والاكلات الجديدة. نحب نشارك بعض في الطبخ وفي كل حاجة. احنا اصلا شكلنا توأم في الحقيقة من غير تحدي ولا حاجة. طبعا بما اننا توأم لازم نشيل مع بعض عشان التوأم بيعملوا كل حاجه مع بعض. عايزين تاخدوا نقطه بالشيل. طبعا احنا هما دلوقتي عاملين ايه يا محمد؟ بليله بالايه؟ بالكنافه، وانا وانت مش بنحب الكنافه، فهنعمل ايه؟ هناخد ايه البليله بس ونسيب الكنافه. كده احنا هناخد نقطه ان احنا ما بنحبش نفس الحاجه، بناكل ايه البليله بس وما بناكلش الكنافه. احنا بقى بنحب كل حاجه ما بنسيبش حاجه. احنا بقى بنحب الكنافه بس ما بنحبش البليل، هناكل الكنافه بس. احنا كمان مش بناكل البليل خالص. بصوا بقى علشان احنا ايه عمالين نتعادل، كل ما احنا نعمل حاجه هم يروحوا عاملين حاجه، ومش قادرين نعرف مين الكسبان، ومش قادرين حد يتفوق على حد. فاحنا دلوقتي ابتكرنا لعبه هنعملها عشان فيها نبدا نشوف اكتر فريق او اكتر توأم متوافق، عن طريق ان احنا جبنا هنا البوله دي وحطينا فيها ورق، وكل ورقه جواها اسم فيلم، وكل فريق وكل توأم هيقف قصاد بعض زي ما هم واقفين كده، وكل واحد من التوأم هيسحب ورقه من البوله دي وهيشوف اسم الفيلم اللي جواها من غير ما يقول للتوأم بتاعه، هيبدا ان هو يشرح له اسم الفيلم، والمفروض ان اللي قصاده اللي هو توأمه اللي هو المفروض يعرف عنه كل حاجه واللي بيفهمه من اول كلمه يعرف ايه هو اسم الفيلم، واول فريق هينطق اسم الفيلم الصحيح يبقى هو ده اللي هياخد النقطه بتاعت الجوله دي. ماشي. علشان نبدا نشوف اكتر فريق بيتقدم على الفريقين التانيين. عشان كده احنا كل ما بنعمل حاجه انتوا بتقعدوا تقلدونا، فاحنا مش هنفضل كده. ماشي يلا هنسحب دلوقتي ورقه بالحظ عشان نشوف الاسم اللي يطلع لنا بالحظ. خلاص يلا. انا طلع لي فيلم يعني صعب شويه، بس هحاول ان انا اوصفه. طلع لك اسم. انا لسه بتاع الاهلي. الحمد لله. حط الورقه في جيبك، محدش يتكلم ولا يحرك شفايفه باسم الفيلم، علشان اللي هينكشف ان هو غش او حرك شفايفه باسم الفيلم يبقى كده انتوا مش متوافقين ومش متطابقين، فتخسروا على طول. هو الاشاره بس. الاشاره بس. خلاص ركز معايا. ماشي. انت عينك في عينيا
في الحركات اللي عملها تركزي معايا. انا هحاول اوصف لك من غير ما اتكلم. ماشي؟ ماشي. يلا جاهزين؟ جاهز. يلا 1 2 3 ابدا. على جوه كبير في بطة شنب مثلث شنب الصندوق شنب كبير بيت شنب واحد شنب جون راجل ودي بقى في بيت راجل في بيتنا راجل كسبنا. هو مش كده بالظبط. لا مش كده بالظبط يبقى خسرانين. قولي يا هاني اسمه في بيتنا راجل. لا في بيتنا راجل. في بيتنا راجل. معرفتهاش بالنطق المظبوط بس هو المعنى. انا هقول كده ايه بقول لك كده على اساس ايه راجل وست ستات فكده فانت قلت شنب وبعد كده قلت الكبير كنت لو كنت قلت راجل كنت قلت لك كده توأم البنات هو اللي خد النقطه دي للاسف عشان كده الفيلم بتاعك يستاهل الحظ هنا عمال اعمل لها كده وكده مش عارف كان الفيلم الفيلم بتاعك كان اسمه ايه؟ كتكوت. فيلم كتكوت ده سهل كنت عامل كده كتكوت ما انا قلت انت قلتي بطه. بصوا بقى احنا كده ايه خلاص جبنا اخرنا من الفريق التاني ده خالص وتعبنا منه على الاخر فاحنا غيرنا لبسنا لبس النوم او لبس البيت عشان خاطر ايه نشوف تفتكر احنا هنحل لكم يا ولادي اللذينه كل ما هتعلق نعلق عليكم والتانيين برضو لبسوا برضو شبه بعض. طب وبعدين بقى في الموضوع ده بقى كل ما نعمل حاجه نلاقيهم بيعملوا نفس الحاجه نعمل ايه احنا بقى؟ طب ينفع كلنا نكسب؟ ما ينفعش. لا ما ينفعش لازم واحد بس عشان الفريق اللي هيكسب هو اللي هيتحكم في الباقي يوم كامل فلازم واحد يكسب. انا كده لازم اشغل دماغي علشان اعرف مين الفريق اللي هيكسب. هبتكر لهم دلوقتي لعبه ومسابقه تاني علشان خاطر نبدا نحدد مين اللي هيبقى الكسبان. هي لو بالشياكه احنا اللي نكسب في كل احوالنا. يعني بص لكم شياكه ايه هو في شياكه هو في شياكه بعد الشياكه بتاعتنا. بصوا لبس شيك اهو ولا مش شيك اشيك حاجه الشياكه بتاعت الدنيا كلها. طب بصوا بقى ركزوا معايا انتوا جامدين. هعمل لكم مسابقه دلوقتي بتاعه الثبات الانفعالي والتوازن وبتاعه كل حاجه. لو انت عندك ثبات انفعالي وتوازن المفروض ان التوأم بتاعك برضو تكون عندها ثبات انفعالي وتوازن صح ولا لا؟ صح. دلوقتي جبت بيضه هنا في بيضه وجنبيه معلقه والمفروض ان واحد من التوأم يمسك المعلقه ببقه ويشيل البيضه ببقه ويجي اهو لغايه نص الطريق كده اهو والتوأم بتاعه يمسك المعلقه الثانيه دي ببقه برضو ويسلمها له من غير ما يستخدم ايده ويمشي بيها لغايه يجي يحطها هنا اهو اللي البيضه بتاعته تقع يبقى كده في واحد من التوأم ما عندوش ثبات انفعالي زي الثاني. صح ولا لا؟ وجهه نظر برضه. دي كده حاجه تحدد مين الايه الفريق اللي ياخد النقطه دي. مين الفريق اللي يبدا؟ احنا اعملوا كله بامي يلا كل واحد مع واحد لا لا هو واحد من كل فريق كل واحد من كل توأم. شوف بقى مين انهي فريق اللي هيبدا. ندى الاول. ندى انتوا الفريق الاولاني. يلا مين اللي هياخد اللي يستلم ومين يسلم؟ انت وفي هنا ماشي. ندى واقفه في نص الطريق والمفروض وفاء هتاخد المعلقه تحطيها في بقك ولو استخدمتي ايدك تخسري. ماشي خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. يلا ما نشوف بقى التوتر بقى والثبات الانفعالي وعماله بتقول لك انا وانا وانا ما نشوف. ها البيضه طبعا لو وقعت هتتفشفش. طبعا مش عارفه تشيلها ولو ما شالتهاش اهي شالتها كده خلاص لو وقعت شكرا للتحيه. يا رب تقع. هي لحظه التسليم هي اصعب لحظه. لحظه التسليم هي اصعب لحظه. ارفع كلميها عادي ممكن تكلميها عادي. بصوا 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 البيضه هتقع دلوقتي حالا اهو اهو هتقع. ها يا ولاد القرد يا قرود توأم البنات مصر على المكسب وشكلهم كده مش هيجيبوها البر الليله دي. حطيتها ومتقدمين فريق البنات متقدم فريق رخم متقدم علينا. يلا اللي بعده مين؟ الثبات الانفعالي بتاعكم حاجه. انا مقص انا
انا وانت ايه البضايه لسه سليمه زي ما هي. يا رب تخسروا. تسلم ولا تستلم؟ لا ولا مرتفع. لا ما توترنيش. احنا دلوقتي المفروض ان احنا عايزين نتعادل معاهم. ماشي. ها تستلم انت. ماشي ماشي. انا هاخدها واديها لك. ماشي. بسم الله. يا رب ما يعرف. يا رب يا رب يا رب يا رب يعطس يا رب يا رب يا رب يا رب اي حاجه تقف على وشه يا رب 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 خليه يرقص شغل له اغاني ولا تخليه يرقص شك شك واحدة واحدة انت بتكسبي ولا بتخسرين؟ افتح بقى يا محمد يلا احا واحا يا محمد بصي بصك انت خد نفس عميق اسحب هتقع يا رب تقع يا رب تقع يا رب تقع يا رب يا رب تقع يا رب تقع شوية شوية عشان دول على مستفزة يا رب تقع عمالين يضحكوني مش شبهي بالظبط بصوا يا رب تقع يا رب تقع يا رب يا عيني يا عيني يا عيني على فكرة صعبة جدا والله صعبة جدا شبابك وجعني لأن المعلقة أصلا صلبة حديد وبمسكها بأسناني فصعبة جدا طويل أصلا التحكم فيها صعب اللي بعده خد يا رب ودي البيضة هناك مين اللي هيستلم؟ يلا وفاء تستلم خد يا وفاء الجولة الأخيرة وفاء وبلال لما نشوف هتاخد البيضة وانت شفت احنا بنعمل ايه مش محتاجين شرح بقى يلا ايوه عايزين فريق واحد يخسر حتى ايه ده خدها بسرعة ايه ده ازاي هو خدها بسرعة ده ايه ده بياخدها جري ولا يا بتطلع يا هو ينزل هو مستعجل ليه وزير ايوه مش طايل مش طايل مش طايل الله كده هتقع كده هتقع وربنا الحق اوش تتا تتا ايه بسرعه يا وفاء يلا عشان الوقت الوقت هيخلص يا وفاء الوقت هيخلص الوقت هيخلص والله يا لهوي كله كسب برضه بعدين بقى كده يا جماعة التلات توائم متطابقين وانا كده ايه يعني غلب حموري ولا اقول لكم في فكرة تانية اقوى واصعب برضو ومحتاجة برضو ثبات انفعالي ومحتاجة برضو يكونوا الاتنين زي بعض بالظبط موافقين على اي حاجة دولة دلوقتي معانا هنا تلات بولات كل بولة فيها خمس كور قد بعض بالظبط اهو خمس كور بينجي بونج مطلوب من التوأم ان هو واحد منهم هيقف هنا وياخد الكورة وهو واقف في مكانه ويحدفها للتوأم بتاعه والمفروض ان التوأم بتاعه كرة بتتنطط في الارض كده يشقطها بالمج او بالكوبايه دي ويحطها هنا اهو من غير ما يتحرك ومن غير التاني ما يتحرك يعني ده يحدفها من غير ما يتحرك التوأم بتاعه يشقطها من غير ما يتحرك واكتر حد من الخمس كور هيدخل عدد يبقى هو ده ايه يبقى ياخد النقطه تمام تمام اصلي سهل عليا جدا لما نشوف هنبدا اللعبه وهنعمل برده تحدي نشوف برده مين اللي هيبدا انهي فريق اللي هيبدا يلا كيلو بام مين بلال بلال اللي هيبدا يلا مين اللي هيبدا انا اقف مين اللي هيحدف ومين هيشقط وفاء وفاء اللي هتحدف وانت تشقط ماشي يلا اقف في مكانك وفاء خليك واقف قدامي امسك المج بتاعك بص ما تتحركش من مكانك لو اتحركت النقطه مش هتتحسب كده مش هتتحرك من مكانك وفاء معايا مش فوق معايا كده يلا لا ما تتحركش ما تتحركش ما تتحركش خليك واقف في مكانك هي المفروض ان هي تحدفها لك وتفضل الكره تتنطط بالراحه كده بالراحه 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 هي حدفتها جامد مالناش فيه فاضل لك اربع كور يلا ما عرفش برضه كورتين ضاعوا كورتين ضاعوا يلا بتمشي هدفتها جامد هدفتها جامد صعبه هي دي بقى اللي هتحدد مين الكسبان انا عارف ان دي اللي هتحدد مين الكسبان يلا عايزين تبدلوا عادي ممكن تبدلوا عادي لا 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 مش بدل يمكن تكسب يمكن تكسب يمكن انت تعرف تحدف لها حلو لو الحدفه صح يبقى الشقطه تبقى صح
انت فهمتي كده الفكره؟ عرفت الفكره؟ ها ما تتحركيش انت. ابشجلها اجلها ازاي مش هتتنطط؟ لا لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. خلاص فاضل كورة واحدة، فاضل كورة واحدة، حاولوا تجيبوها بقى علشان خاطر تضمنوا أي حاجة. ماشي، يمكن الباقي ما يجيبش خالص. روح معايا روح معايا روح معايا روحي معايا فين؟ كده الفريق ده ما جابش ولا كورة من الكور جوه الصندوق بتاعه. يلا اللي بعده اعملوا بقى حجر ورق مقص. حجر ورق مقص. انا يلا فريق البنات تفيدي انت ولا احنا اللي جمعنا؟ ماشي يلا خدي البوله اللي جنبها ورونا هتجيبوا كام كوره. يلا جاهزه؟ جاهزه. يلا يلا برضه ما عرفوش. هتيجي هتيجي ان شاء الله دي السله. ما تتحركيش ما تتحركيش. جريت بعيد جريت بعيد. يلا الكره اللي بعديها. الله يا محمد شكلنا احنا اللي هنكسب. بدله بدله عادي عادي، التبديل متاح. بسم الله. يلا فاضل لكم كورتين، فاضل لكم كورتين. لا صعبة؟ اه والله صعبة قوي. صعبة قوي، هتشوف احنا هنجيب الخمس كور. الله ان شاء الله مش هتكسبوا برضه. جابت كورة جابت كورة جابت كورة. اخر كورة لازم احنا كده يا محمد نجيب كورتين. ماشي لازم نجيب كورتين. ماشي يلا جاهز؟ جاهز. عايزك تنسى أي حاجة في حياتك وتركز فين؟ في الكورة. كورة تدخل جوه الكوباية ازاي؟ معرفش. يلا تقف حديدة في الأرض وانا هبعتها لك كده بتتنطق. ماشي وبتتدلع وبتدقلك كده قدامك. ماشي وانت خدها تشيك. يلا بسم الله. على فكره هما بيتكلموا كتير وهيخسروا دلوقتي. بس هتشوف اتفرجي. اول كوره. جاهز؟ عايزك ايه؟ هادي يا زبادي. يلا بسم الله يا رب يقع. لو بتدعي عليا خلي بالك مش هتكسبي، لازم تتمني الخير لغيرك. يلا واحد اتنين تلاته. روحي روحي العجبان ثبات انفعالي. رجلك ثابته زي المسمار. ماشي ماشي هحذفها لك اقوى شويه عشان ما تضغطيش قوي. ماشي وما تحركش مكان. يلا واحد اتنين تلاته. يا رب يا رب يا رب ما تركزش يا محمد. لا يا رب يا رب. النقطه التانيه عشان انت عملتها كده. بص لما تنزل خلايا تسقط زي نقطه الميه هنا. لا بس بصراحه حريف عننا. يلا يلا ها يلا يا رب يا رب تعالي 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 اديني يا رب. احنا في امان، احنا لسه متعادلين ومعانا كورتين. ولا كورة تاني معانا كورتين حتى لو ما كسبناش بنتعادل. لا بس ان شاء الله هنكسب. عايزين بقى نخلص بقى ام التحدي ده ونكسب بقى ونتحكم فيه. يلا يلا ها واحد اثنين ثلاثة. ايوه ايوه لفي لفي يا رب. تعال احذفها لي انت. ماشي تعال احذفها لي انت. يا رب اخسر يا رب. احذفها لي زي ما انا كنت بحذف لك كده خليها تتنطط كده. ماشي ايوه ايوه حلوه قوي الحذفه دي. الحذفه دي جميله. اتحرك والله العظيم جت في الاخر وراحت بحاول ايه ده والله. احنا كده انا وانتوا متعادلين، فريق الصبيان وفريق البنات متعادلين، والفريق ده كده خسر وخرج بره الجوله، بس ممكن تعوض لو في افكار تاني. بصوا بقى اخر تحدي، هو ده اعتقد ان هو هيحدد بشكل كبير مين هو الكسبان. طبعا دلوقتي فريق البنات وفريق الصبيان متعادلين زي ما انتوا عارفين، وفريق ولد وبنت اللي هو بلال ووفاء دلوقتي هم اكتر ايه
فريق مش متطابق لغايه دلوقتي صح؟ صح. لسه فاضل فرصه، فاضل فرصه. لو انتوا كسبتوا التحدي ده واحنا انا والبنات خسرنا، يبقى احنا كلنا متعادلين وهنسيب الحكم للجمهور. صح. ماشي. ولو واحد مننا احنا والبنات هو اللي كسب، يبقى كده المنافسه انتهت، وكده ايه، يبقى في فريق هو اللي كسب. خلاص اتفقنا. بصوا التحدي الاخير ايه هو بقى. كل توام هيشيل توامه التاني. ها؟ ايه رايكم؟ كل توام يشيل ايه التوام بتاعه. اخر واحد ينزل التوام بتاعه يبقى هو ده الكسبان. يعني انا هتشيلني عادي. معاها براحتكم بقى، هي تشيلك انت تشيليها براحتكم. المهم ان واحد يشيل التاني ويفضل شايله لغايه لما الفريقين التانيين ينزلوا. خلاص يعني اخر واحد ينزل التوام بتاعه هو الكسبان. اتفقنا؟ سهل التحدي؟ ان شاء الله. موافقين عليه؟ موافقين. يلا نبدا. يلا نبدا. انت بقى اللي تشيلني ولا انا اللي اشيلك؟ معروف. انا اللي اشيلك. مفيش ساعه عشان التحدي ده اكيد بشكل كبير هيبين مين الكسبان. ماشي. انت هتشيل وفاء ولا وفاء اللي تشيلك؟ انا اللي شلت وفاء طبعا. انت اللي هتشيل وفاء. تعالى انا اللي هشيل. اه فعلا. صح. لا انت مستعجل ليه؟ يا بخته. انا هعد 1-2-3 واشيل. ماشي. ماشي. مش عارف، انا عايز اشيلك شيله مرتاحه. عايز اشيلك شيله. انت خليها خفيف. استنى ما نشوف هيشيلوا ازاي عشان نقلد. ما انت مالك ومالي. انا معايا وزن التيم. تعالى شيل. عايز تنسحب. انسحب. لا مش هنسحب. انت المفروض تبقى شيكه. خلاص يا ابني تعالى. اشيلك كده. انا هبدا اهو. كده اهو. ايوه. 1-2-3. وفاء وبلال رجعوا كده اتعادلوا معانا وبقينا كلنا متعادلين، وكده مفيش غير انتوا اللي تقولوا اكتر فريق يكسب هو مين، لان احنا خلصنا كل حاجه ومفيش في ايدينا حاجه تانية نعملها، وكل حاجه بنطلع زي بعض بالظبط. ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. حطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ونشوفكم ان شاء الله على خير. ومع السلامه. مع السلامه. كسبونا احنا والنبي. لا كسبونا احنا. انا لو كسبت اوعدكم ان انا هوريكم يوم اعلم بيه ربنا. وانا لو كسبت والله العظيم انا مدها مرمطكم. لا لو احنا كسبنا هنموتكم. احنا هخليكم تروقوا كده. والله؟ لا احنا هنعمل حاجات مش تيجي على بالكم. ان شاء الله انا وانت اللي هنكسب.